من اول هي الصحافي انا متفق مع ابو هذا حتى هو ناقشنا عندنا واحد اليوم دراسه امداد في فيزيك وناقشنا مع الاخوان المعنيين بالامر ان خصنا ما نبقاوش نتكلموا عاوتاني بحال اللي تكلمنا عليه في المجال ديال الثقافه خصنا نبقاو نتكلموا على الدعم هذا استثمار في الفن الصحافه راه واحد المهنه خاصه والدور اللي كتلعبو مهم جدا خليو دابا النقاش الوطني وهذا اللي كيضرب هنا خلينا نتكلموا على صعيد الدولي اليوم المغرب عنده مجموعه ديال يعني الخصوم للاسف على الصعيد الدولي على الاقل على الصعيد القاري والدور اللي كتلعبو الصحافه مهم مهم جدا لان هذه الاكاذيب وهذه الفيك نيوز اللي كنتكلموا عليهم خليها مرات اخرى ما هو وطني كندبروا ما بيناتنا ولكن فاش كيوليو الفيك نيوز على الصعيد الدولي وكيوليو كنتكلموا على المملكه المغربيه بتاريخها وبقدرتها تدبير الشان الدولي هنا كيوليو واحد المشكل لهذا فتحنا هذا النقاش مع مجموعه ديال المسؤولين على الصحافه باش يلعبوا واحد الدور على الصعيد القاري ولماذا على الصعيد الدولي باش يوليو كيكتبوا ليس فقط بالعربيه او الفرنسيه ولكن بالحليبه حتى بالانجليزيه والصينيه مجموعه ديال اللغات وباش يوصلوا لهذا المستوى خصنا ندعمهم خصنا نستمروا فيهم نعم والحكومه حل هذا الباب انه ولو داك الدعم اللي غتشوفوا غيجي في القانون المالي المقبل حنا مع وزاره الماليه فتح الباب انه يمكن نغلو تخيبلي كاع لان مره اخرى لما كنديروا واحد البنش مارك كنشوفوا الاجراء في العالم الا وكنشوفوا القيمه اللي كيعطيو الدول الصحافه ديالهم وكاع الصحافه حتى الصحافه اللي كتهاجمنا على الصعيد الدولي كتشوفوها اغلبيتها فاش كتشوفوا في الكونسيل ادمينستراسيون ديال الكابيتال راه هي ممولة من مجموعه ديال الدول اذا اليوم نعم خص الدوله تلعب الدور ديالها وغتلعبوا ان شاء الله باذن الله غير هذا الاتفاق مره اخرى ما بغيتش وما بغيناش في الحكومه يكون مبادره فقط من 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 القطاع المعني بالامر بل بالاشراك المعنيين بالامر حتى في هذا المجال ديال الاستثمار لما كنتكلموا على الاستثمار على اي استثمار كنتكلموا عليه واش الاستثمار من اجل الاستثمار واش الاستثمار من اجل الاخوان تكلموا على السنيك نعم النقابه حضرتنا الاخرين تكلمات على هذا الموضوع وعندهم واحد المطلب باش نطلعوا من ذاك السنيك انا شخصيا متفق معه رايي الشخصي دابا ك مدير تنسيق اما كحكومه خصنا نهضروا حتى مع لي زومبلويور حتى هما عندهم كيقول لك الا بغينا نطلعوا من السنيك راه خص يكون واحد الاستثمار خصو يكون واحد الدعم وعندهم حق يقول لك راه هذه سوسيتي راه ماشي دونك الا بغيتو تطلعوا من السنيك ديالهم راه خصكم تزيدوا الدعم ديالنا اذا هذا النقاش مفتوح حاليا الاخوان غيفتحوا النقاش معكم في البرلمان بغيتو اننا تحضروا الحكومه مع بعضها معكم بغيتو يناقشوا الاغلبيه والمعارضه بنفس معاد الحكومه ديما كاين حتى اشكال حنا فاتح معهم نقاش وغيبقى نقاش مفتوح باش يكون واحد الرؤيه الشامله ولكن مرات اخرى هذه الرؤيه مع المعنيين بالامر انا من الاحسن نتفاداو يعني انا هذا رايي من الاحسن يعني هذا ماشي مشروع فقط الاغلبيه هذا مشروع المجتمع المجتمعي خصنا نقولوا كيف ما كان جاء هدف الى عطيتو لي يهضروا لي في 2008 و 2009 كانوا الاخوان بالاغلبيه كانوا جابوا انا هدف وحنا كنا في معارضه تمنا ودعمنا هذاك المشروع لانه اعتبرنا مهم بالنسبه للمجتمع ونفس الموقف حنا غاديين فيه دابا فاش كيكونوا قضايا خارج المجال السياسي او السياسي او الاغلبيه والمعارضه الا ونتبنوا هذا المجال وهذا الشيء اللي ننتظروا فيه ان شاء الله باذن الله ومره اخرى نذكر بكم متقبله للسيد الرئيس الحكومه مستعده لتناقش اي موضوع مع الاخوات والاخوان في الاغلبيه في المعارضه نحن فاتحين هذا الباب اي موضوع ما كاينش هناك احراج كاين نقاش اللي هو مهم بالنسبه للمجتمع حنا غنناقشوا ان شاء الله وشكرا لكم